مع ان تبان ان الخطه دي ساعتها كانت لعبكه وعقبات ومشاكل ملهاش حل وعك. كلنا كنا مستنيين 2020 تخلص، بعد كده اكتشفنا ان اللي بعدها اصعب. رجوع الحياه لطبيعتها طلع ليه طبيعه تانية خالص، التحديات بقت ورا بعضها. فانا هكون معاكم كل اسبوع عشانكم وليا انا كمان، اشارك معاكم مديتيشن كده صغيره سريعه، واتمنى انها تكون بتديكوا وتديني انا كمان كومفورت وامل وسلام وهدوء داخلي. يلا بينا. الخطه، لما الواحد يحس ان حياته مش مشبعه يعرف ان هو عايشها بدون هدف، مش حاطط حاجه معينه قدامه بيتحرك ناحيتها. الموضوع كمان محتاج اكتر من رؤيه، محتاج خطه لتحقيق الرؤيه دي، عشان هو ده اللي هيبقى هدف يومي اسبوعي شهري سنوي. طبعا احنا محتاجين الاول كل يوم نكون بنعرف ربنا اكتر، نقرب منه اكتر، نعظمه ونمجده اكتر، ونطلب منه يساعدنا نكتشف الهدف والخطه. وهنفضل يمكن حياتنا كلها نكتشف فيها، ما عدتش مستنية أعرف الـ purpose والـ vision والـ plan قبل ما أتحرك، لا أتحرك وفي الطريق هكتشفها حتة حتة، نكتشف جزء جديد منها كل شوية. كنت بسمع speech كده ستيف جوبز كان بيعمله لحفلة تخرج طلبة، وحكى قصة كده ليه، وشارك في الآخر الدرس المستفاد من القصة دي، إن كل المرمطة اللي عدى بيها عشان في الآخر توصلوا للي هو فيه النهاردة. مع إن تبان إن الخطة دي ساعتها كانت لعبكة وعقبات ومشاكل ملهاش حل وعك، بس بيقول إن الدرس المستفاد ممكن يقوله في جملة واحدة: connect the dots backwards. يعني الواحد مش هيعرف يوصل النقط ببعض غير هو في النهاية يقدر بقى يربط كل اللي حصل ده. فعلا كتير الواحد بيقول يعني أنا بجد يا رب مش عارفة إزاي أنت رسمتها كده، وبالتوقيتات دي ربنا بيقول: ما رسمته لكم خطط سلام لأمنحكم مستقبل ورجاء، اتبعوا الخطة حتى لو لسه بتكتشفوها. يا ترى إيه أكتر حاجة فرقت معاكم المرة دي؟ طب إزاي تقدروا تطبقوا كلام ده الأسبوع ده قبل ما أكون معاكم الأسبوع الجاي بموضوع جديد وتطبيق جديد؟ مستنياكم تشاركوني. Looking forward.